كانت إجابة عميقة جداً يوم سئل أحد عمال النظافة في وكالة ناسا أنت إيه طبيعة شغلك؟ فقال أنا المسؤول عن إيصال البشر للقمر. هو قدر يرسخ جوه قلبه وعقله فكرة إن لولا عملي وتنظيفي للمكان ده ما توفرت بيئة صالحة للعمل والاختراع والإبداع. فربط شغلانته اللي هي بسيطة قدام الناس بمعنى كبير، خليته كل يوم يجي الصبح في قمة النشاط. ودي أحد أهم وصايا أهل الخبرة، يقولك اجعل لوظيفتك معنى، خلي شغلك ليه معنى أكبر من الشغل بس، معنى أكبر من كده. كل ما تكسل وده طبيعي تفتكر المعنى الكبير ده يشجعك تكمل شغل. وده اللي كان سيدنا رسول الله بيعمله مع الصحابة، بيخلي قيمة العمل ليها معنى كبير عند ربنا سبحانه وتعالى فتكبر في قلوبهم. يوم الصحابة جنب النبي عليه الصلاة والسلام شافوا راجل قوي كده ماشي في الشارع رايح شغله، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان في الجهاد في الحرب. فقال صلى الله عليه وسلم لعله يكد على أبوين شيخين كبيرين، فهو في سبيل الله، ولعله يكد يعني يتعب يعني على صبية صغار فهو في سبيل الله، أو لعله يكد على نفسه ليغنيها عن الناس فهو في سبيل الله. الحديث ده في كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي. لو بيشتغل عشان يصرف على أبوه أمه أو على عياله أو على نفسه، ده في سبيل الله. تعرف الكلام ده دخل كل حبايبنا وأهلنا اللي بيشتغلوا نازل من بيت راح يشتغل في طائفة المجاهدين في سبيل الله. ولا شك أن الجهاد أعلى مقام العبادات وهو ذروة سنام الإسلام بنص كلام سيدنا رسول الله، لكن الجهاد بيتغير شكله من عصر لعصر حسب متطلبات المرحلة. وواضح جداً أن بناء النفس حتى لا تحتاج إلى أحد، وبناء الأوطان حتى لا نمد أيدينا للي بيكيد لينا، من أعلى درجات الجهاد في هذا العصر. وده مش كلام ترغيبي حماسي عشان تحب الشغل، ده المعنى النبوي المباشر الواضح في الحديث. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما شاورش على نازل يشتغل عشان يصرف على نفسه أو عياله أو أهله وقال فكأنما يجاهد، قال فهو في سبيل الله، يعني ياخد نفس الحكم في الشريعة ونفس الثواب. عايزك تتخيل شغلك اللي انت ساعات غصب عنك بتزهق منه وتكسل عليه وتشتكي من ضغطه، ده هيضعك يوم القيامة في مصاف المجاهدين اللي شالوا بذرة الإسلام ونشروها في الدنيا كلها. وهتنبهر يوم القيامة كلما كنت مجاهد ومجتهد في شغلك بثقل ميزانك وارتفاع مقامك. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول والذي نفس محمد بيده ما شحب وجهه، يعني تعب، وده ناس كتير بترجع من الشغل مش قادرة بكتر الشغل، ما شحب وجهه ولا اغبرت قدم في عمل تبتغي فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كالجهاد في سبيل الله، ولا ثقل ميزان عبد كداب تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله. تعرف عربيتك اللي استهلكت في مشاوير الشغل دي يوم القيامة تتحط في ميزان حسناتك. فأنا عايزك بقى كل ما تتعب من شغلك وربنا يتقبل من كل واحد بيبذل جهده أو ماله في سبيل بناء نفسه ووطنه، افتكر الآية دي، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. اللي قاعد بمزاجه وانت اخترت التعب والبناء بمحض اختيارك، انت مفضل تفضيل أجر عظيم في الدنيا والآخرة عند رب العالمين. افتكر افتكر لأنك ساعات بتبقى مقصر في بعض العبادات وضعيف قدام أخطاء معينة، افتكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو بيقول لك ما غبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرمه الله على النار. اطمن، عبادة العمل هتشيل تقصيرك في بعض العبادات الأخرى اللي انت مقصر فيها، بس بوصيك بالفرائض، بوصيك بالفرائض عشان تيجي متزن بين يدي الله يوم القيامة. فيلا سمي الله. الغرب ما تقدمش إلا بعد إعلاء قيمة العمل لبناء الحضارة. أنت اعلي قيمة العمل لبناء الحضارة وبناء الآخرة ونجاتك ورقيك لمصاف المجاهدين في سبيل الله يوم القيامة. فاللهم يا رب ارزقنا رزقا حلالا طيبا ثم بارك لنا فيه، ومن علينا بالخشوع في الصلاة والدعاء وبالجد والإتقان في العمل والبناء.